طيب إذا اليوم رح نيجي من النوع الثاني من الـ AC to AC converters اللي هو السايكلو كونفرترز. إذا بنطلع على النوع الأول اللي اطلعنا عليه من الـ AC controllers أو الـ AC to AC converters، هدول النوعين AC to AC converters. هون عندي داخل AC voltage ودايركتلي مباشرة بحوله لـ AC voltage، لكن ما بختلف مع الـ frequency، يعني same frequency، نفس الـ frequency اللي بتدخل، لكن اللي بتغير الـ voltage. إذا بنغير الـ RMS تبع الـ voltage، لكن اللي بدخل AC واللي بيطلع AC ونفس الـ frequency، تدخل هون 50 هرتز تطلع 50، إذا كانت 30 تطلع 30. هذا النوع الأساسي من الـ AC to AC converters. لكن في نوع ثاني AC to AC converter اللي اسمه السايكل كونفرتر. السايكل كونفرتر بيختلف بشكل أساسي عن الـ الفولتج فيز كنترولر، انه بشكل رئيسي بغير الفريكونسي، بقدر اغير الفولتج بس الفكره الاساسيه فيه انه بغير الفريكونسي. فبتدخل عندي هون فريكونسي فيكست فريكونسي، يعني مثلا 50 هرتز، وبطلع هون على اللود اي سي مختلف الفريكونسي، بس لازم تكون الفريكونسي اقل من الفريكونسي اللي دخلها، يعني الفريكونسي تبعت اللود بتكون اقل من الفريكونسي تبعت السبلاي. اذا تشينجز، ولاحظ هون انا بستيج واحده غيرت مباشره اي سي تو اي سي بستيج واحده، دخل عندي اي سي وطلع عندي اي سي مباشره، ما رحت اي سي تو دي سي ودي سي تو اي سي. الان رح نطلع على السايكل كونفرترز بتفصيل اكثر، لكن هذا الاختلاف الاساسي. اذا الاختلاف الاساسي ما بين الاثنين انه هون الفولتج بتغير، الار ام اس تبع الفولتج بتغير بس الفريكونسي بتضلها نفسها في هذا النوع اللي هو الفيز كنترولرز، الفولتج فيز كنترولرز. والنوع الثاني اللي هو السايكل كونفرتر، تدخل عندي فريكونسي فيكس فريكونسي، بطلع فريكونسي مختلفه وبامكاني كمان اغير الفولتج تبع هذا السورس، وهذا من 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 بنعمله مباشره بستيج واحده، ولذلك اعتبرناه اي سي تو اي سي، هو مش اي سي تو دي سي تو اي سي، مباشره بستيج واحده بحول عمالي من اي سي تو اي سي. ادخل معي هلا انا السايكل كونفرترز.